فرنسيا، استقال جابرييل أتال من منصب رئيس وزراء فرنسا بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن برلمان معلق. وسيقود أتال حكومة انتقالية خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في باريس في 26 يوليو، وحتى يتم تعيين حكومة جديدة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. يذكر أن فرنسا تواجه تحديات كبيرة لتشكيل حكومة، خاصة مع عدم اقتراب أي تكتل من الحصول على أغلبية الأصوات، وأكيد اختلاف الأجندات بين الفرقاء المختلفين الذين وصلوا إلى الحكم.